محلب في واشنطن لرئاسة وفد مصر في القمة الإفريقية الأمريكية. واستئناف محاكمة مبارك وآخرين في قتل المتظاهرين بالاستماع لمرافعة الدفاع. موجز بأهم الأنباء في تلفزيون النهار، أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الصين اليوم، والذي يزور مصر حاليا، وتتناول المحادثات مناقشة التطورات الإقليمية بالمنطقة، خاصة الأوضاع في غزة وليبيا. ويسبق اللقاء مؤتمر صحفي يجمع وزيري خارجية مصر والصين بمقر وزارة الخارجية، وذلك للإعلان عن نتائج جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الصيني الذي بدأ أمس بحضور وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء. يصل القاهرة اليوم كل من توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية، وذلك في زيارة لمصر ضمن جولة بالمنطقة في إطار الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وميدانيا استشهد 8 فلسطينيين فجر اليوم في غارات جوية إسرائيلية على غزة، وارتفع عدد الشهداء منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه 27 إلى 1745 شهيدا وفقا لوزارة الصحة في غزة، بينما أعلنت إسرائيل عن مقتل الضابط الذي اعتبر مفقودا منذ الجمعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي قتلاها إلى 64 منذ بدء العدوان على غزة. يبدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى واشنطن اليوم لرئاسة وفد مصر في القمة الأمريكية الإفريقية، والتي تنطلق غدا وعلى مدى 4 أيام. ومن المقرر أن يعقد محلب وأعضاء الوفد المصري عدة لقاءات على هامش القمة لشرح آخر تطورات الموقف في الشأن المصري واستكمال استحقاقات خارطة الطريق والإعداد لمؤتمر شركاء التنمية في المرحلة المقبلة. استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي صباح اليوم محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة فريد الديب محامي مبارك حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستمع لمرافعة النيابة يوم الأربعاء، ثم إلى تعقيب أخير للمتهمين نهاية الأسبوع. وقد أيضا تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى اليوم محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وخمسين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، وتستكمل المحكمة في جلسة اليوم سماع الشهود. تتواصل عمليات عودة المصريين من ليبيا هربا من الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك عن طريق الجسر الجوي الممتد بين القاهرة وتونس، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن عن طريق الجسر الجوي نحو 1250 شخصا. يأتي ذلك فيما استقبل منفذ السلوم البري نحو 5000 مصري من العائدين، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية. أكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط 14 من المطلوبين أمنيا خلال عمليات مداهمة قامت بها عناصر التأمين لعدة بؤر للعناصر الإرهابية والمتطرفة بشمال سيناء. وقال المتحدث إن 4 من العناصر الإرهابية لقوا مصرعهم نتيجة لتبادل إطلاق النار مع عناصر التأمين، وهم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، كما تم تدمير 6 سيارات وتدمير 21 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين. كان هذا هو الخبر الأخير، وقبل الختام تذكرة بعناوين الموجز. السيسي يبحث مع مسؤولين دوليين بالقاهرة الأوضاع في قطاع غزة. محلب في واشنطن لرئاسة وفد مصر في القمة الإفريقية الأمريكية. واستئناف محاكمة مبارك وآخرين في قتل المتظاهرين بالاستماع لمرافعة الدفاع. نهاية موجز الأنباء من تلفزيون النهار، شكرا لكم وإلى اللقاء.